السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome my YouTube channel Quran host. Subscribe the channel. Other channel Quran Teacher USA. Right? Like, follow our Facebook page. If you're interested in Quran classes online for your children, for yourself, then you contact me anytime. Now we back to Surah Al-Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. It is قل, right? No قل. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ما أعبد ما أعبد ولا أنا ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ما عبدتم ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد 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 لكم لكم دينكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم
ولي دين ولي دين ولي دين ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته see you with the next lesson إن شاء الله